أساتذتي وزملائي السيدات والسادة مع حفظ الألقاب والمقامات، مساءكم خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في رحاب اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف، فأهلا وسهلا بكم جميعا. عنوان هذه الأمسية هو التقارب المدني الديني في ساحات الاحتجاج، افتراض نظري أم خيار يتشكل؟ هذا العنوان يأتي في لحظة تشكل منعطف تاريخي نمر به جميعا. التظاهرات وحركة التظاهرات والاحتجاجات كما تعلمون بدأت منذ ما يقارب 7 أشهر ونيف في مدينة البصرة، ثم مدينة الناصرية، ثم بغداد، وامتدت إلى بقية محافظات الوسط والجنوب وما تزال. هذه الحركة التي تبناها هو التيار المدني، ومنذ 3 أسابيع وأكثر انخرط في هذه الحركة بقوة التيار الديني، ممثلا بالتيار الصدري. وهنا وجدت أنا شخصيا عزوف من بعض أتباع التيار المدني واستحضار لإشكاليات حول التقاء في الرؤى أو عدم التقاء. فأعتقد أن حيوية موضوع هذه الأمسية يأتي من ها هنا وأهميته، فهذا وقته إذا صح التعبير. وأما بالنسبة إلى وجهات النظر في هذا الموضوع، فبحسب اطلاع القاصر وجدت أن هنالك فريق من التيار المدني يرى أن علاقة التيار المدني بالتيار الديني علاقة فيها شيء من التواصل، ولا يؤسس هذه العلاقة على أساس التفاصل أو التقاطع الحاد. يرى إمكانية التقائهم، التقاء التيارين معا والعمل في ساحة واحدة. يرى أن التيار المدني والتيار الديني يرتبطان بعلاقة ما، يعني ليست القضية قضية تقابل الضدين أو النقيضين بتعبير أدق، يعني ليس الأمر كالأسود والأبيض، ممكن أن نمزج منهما فيخرج اللون الرمادي. يرى أن الخلاف هنا لا مسوغ له، الاتفاق ممكن أن يحدث في السياسي من المدني وفي السياسي من الديني. أما الفريق الآخر فلا، يقول التيار المدني في قباله التيار الديني، وبينهما ما صنع الحداد. والتقابل بين التيارين تقابل النقيضين، ومرد هذا إلى اختلاف في الرؤى وإلى تجربة تاريخية. وبعد هذا إذن قضية الالتقاء والتواصل والتنسيق بين التيارين أمر غير وارد.
ولذا فيرى أن الخلاف هنا وليس الاتفاق هو في النظر المدني وفي الفكر الديني وليس في العمل والبراغماتي. ومنها هنا الأمر يحتاج إلى مزيد تحليل وأن نطلع على أكثر من قراءة وقراءة حتى نبلور الرؤية تتناسب والمرحلة الحساسة التي يمر بها هذا البلد بتياراته المختلفة. المحاضران القديران شرفانا في الاتحاد، سنستمع لهما تباعا. سوف يتناول كل واحد منهما الموضوع من زاويته، وأبدأ بالدكتور فارس كمال نظمي. ولد في بغداد عام 1962، الاختصاص العلمي دكتوراه فلسفة في علم النفس الاجتماعي وبكالوريوس هندسة مدنية، كاتب وشاعر وباحث في سيكولوجيا السياسة والدين والشخصية الاجتماعية والهوية الوطنية والاحتجاج والعدالة الاجتماعية، ناشط في عدد من منظمات حقوق الإنسان وحركات الجندر، يشغل منصب بروفيسور مساعد في جامعة صلاح الدين أربيل، وعضو مؤسس للجمعية النفسية العراقية وعضو المجلس العلمي في أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية، عضو سكرتارية مجلس السلم والتضامن في العراق، عضو مجلس الأمناء في جمعية الأمل العراقية، عضو هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، عضو الجمعية النفسية الأمريكية IPA، عضو الجمعية الأوروبية لعلم النفس، عضو جمعية العلوم النفسية في أمريكا، عضو الجمعية الدولية لبحوث العدالة، حائز على المنحة البحثية للمعهد الأمريكي للأبحاث الأكاديمية في العراق عام 2012، عضو مشارك في فريق البحث لمركز إكسفورد لدراسات الصراع بين الجماعات بجامعة إكسفورد، شارك في أكثر من 70 مؤتمر وندوة في المجالين الأكاديمي والمدني داخل وخارج العراق، لدي عشرات الدراسات والمقالات المنشورة في المجلات العلمية والصحافة ومواقع الانترنت، من كتبه المنشورة الرثاثة في العراق، أطلال دولة رماد مجتمع عام 2015، أيضا الأسلمة السياسية في العراق رؤية نفسية 2014، المحرومون في العراق 2010، مقالات ودراسات في الشخصية العراقية 2010، الحب الرومانسي بين الفلسفة وعلم النفس 2007، سنحاول أن نزهر مجموعة شعرية 2013. الكتب المشتركة أيضا له مجموعة، منها كتاب آراء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية 2015، كتاب حماية التنوع في العراق 2015، كتاب يقظة الهوية العراقية 2010، كتاب التطهير الثقافي في العراق 2010. أهلا ومرحبا به وليتفضل. مساء الخير. أود في البداية أن أعبر عن اعتزازي وفخري بأن أكون في هذا المكان العريق اتحاد أدباء النجف، كذلك أعبر عن امتناني عن الأصدقاء في إدارة الاتحاد الذين شرفوني بهذه الدعوة. الحق يقال بأن اتحاد أدباء النجف لعله اليوم أصبح رائداً في إطلاق هذا الحوار، أنا أسميه بالحوار المجتمعي الثقافي حول مسألة أصبحت
يعني مسألة الساعة وهي التقارب بين التيار المدني والتيار الديني في ساحات الاحتجاج في هذه اللحظة التاريخية المفصلية التي يمر بها العراق. ليس غريبا يعني عنكم وعنا جميعا بوجود حساسية تاريخية بين الفكر المدني والفكر الديني عموما في العراق، سواء على المستوى الأيديولوجي أو على المستوى حتى الشخصي والعائلي بالمعنى الاجتماعي. لطالما كانت هناك صور نمطية أو تصورات مسبقة لدى الديني عن المدني ولدى المدني عن الديني. وطبعا مصطلح المدني والديني هي مصطلحات لعلها ليست دقيقة جدا، يعني مصطلحات مجازية لأنها تشمل أبعادا أكثر من ذلك. عندما نقول المدني يمكن أن يشمل العلماني ويمكن أن يشمل التدين السلوكي أيضا، يعني غير التدين السياسي. ومن جهة أخرى عندما نقول الديني فيمكن أن يصل الأمر من التدين العادي وصولا إلى التدين السياسي أو الإسلام السياسي، ولكننا سوف نعتمد هذين المصطلحين من باب يعني تبسيط المصطلحات ومحاولة يعني وضع النقاش في إطار تصنيفي معين. هذه الصور النمطية التي يحملها الديني عن المدني والمدني عن الديني في العراق كثيرا ما كان يختلط فيها العامل السايكولوجي بالعامل الأيديولوجي، بمعنى خلافات أيديولوجية كثيرا ما يتم إعادة إنتاجها سايكولوجيا، تتحول إلى عداء وكأنه عداء شخصي، والعكس أيضا، يعني حالة من عدم الارتياح أو صور نفسية معادية للآخر سرعان ما يتم إعادة إنتاجها وتتحول كما لو أنها عقيدة مضادة إلى الآخر. طبعا هذه المشكلة هي ليست قصرا على العراق، أكيد هي واحدة من مشكلات الشرق عموما التي تقع ضمن إطار التصورات المسبقة الجاهزة التي تقيمها الفئات أو الطبقات أو الجماعات عن بعضها، ولعلها واحدة من مشكلات المجتمعات ما قبل المدنية التي لم تصل إلى مرحلة التعايش الكامل أو التسامح الكامل أو القدرة على قبول الآخر بشكل كامل. أيضا نعلم كما تفضل الآن الدكتور مدير الجلسة، منذ 7 أشهر بدأت حركة احتجاج أطلقها أناس مدنيون، بعضهم يعملون في منظمات المجتمع المدني، بعضهم مثقفون، بعضهم أكاديميون، بعضهم محسوبون على اليسار السياسي أيضا. وهذه الحركة كانت هي في الواقع يعني من الناحية التحليلية هي إذان ببدء مرحلة جديدة من الثقافة السياسية في العراق. الثقافة السياسية على مدى أكثر من 40 إلى 50 سنة كانت هي ثقافة الولاء والخضوع والتبعية، وكانت ثقافة قدرية. النظام السابق بقسوته واستبداده ثبت هذا النوع من الثقافة الخضوعية، الثقافة الرعوية أيضا ممكن أن نسميها، أن المواطنين هم ليسوا مواطنين وإنما هم أشبه بالرعاية في بلد، فقط ينتظرون القرار السياسي من جهات أعلى دون ما مشاركة. بعد 2003 كان الأمل بأن يتم تفكيك هذه الثقافة، وهو ما لم يحدث بسبب عملية تدين السياسة وتسييس الدين، وللأسف أعيد إنتاج الثقافة السياسية العراقية هذه المرة على مقاسات طائفية وعرقية وإثنية تكارهية، وبالتالي بقينا في إطار هذا النوع من ما أنا أسميه استعارة من الأدبيات الماركسية بالوعي الزائف، أي أن فئات المجتمع في أغلبها تقبل بنمط السلطة القائم، بل أنها تبرره وتسوغه وتتبناه كما لو أنه أيديولوجيتها الخاصة، رغم أنها في الواقع هي تخسر من وراء هذا النمط من السلطة أو الحكم. منذ تموز الماضي
يبدو أن هذه التراكمات الكثيرة قد ولدت قفزة نوعية في التفكير السياسي، وبدأ التيار المدني حركة جديدة بلا شك هي تحتاج إلى دراسة علمي كثير. هي ما زالت في البداية، والبحث العلمي تجاهها أيضا ما زال قاصرا، ولكننا عموما نستطيع أن نؤشر على بعض النقاط أو المفاصل الرئيسية في هذه الحركة. خلال الشهور السبعة الماضية بعد انطلاق هذه الحركة، نذكر جميعا بأن المرجعية في النجف وخصوصا مرجعية السيد السيستاني قدمت موقفا إيجابيا ومتجاوبا وداعما لمطالب الشارع الاحتجاجي من أجل الوقوف بوجه الفساد وأطلاق عملية إصلاح سياسي وإداري حقيقي وجذري في المجتمع. وهذه أنا أعتقد أنها كانت واحدة من ثمار هذه الحركة، أنها نجحت في أن تقيم فاصلا بين المرجعية العليا في النجف وبين أحزاب الإسلام السياسي. إذا ما افترضنا بأن المرجعية تمثل الجانب الديني أو الأخلاقي يعني في هذا الإطار، بينما أحزاب الإسلام السياسي أو الدين السياسي كانت تمثل الجزء السلطوي الباحث عن يعني الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات أو عن أي طريق آخر. خلال هذه الفترة التيار الصدري دخل على الخط ربما مرتين أو ثلاثة مرات في مظاهرات محدودة في بغداد، ولكنه سرعان ما يعني انسحب ربما أسباب تتعلق أيضا الصراع السياسي في داخل البرلمان. لكن في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية شهدنا عودة واضحة وقوية، ويبدو أن هذه المرة مبنية على خطة سياسية معينة من خلال إطلاق خطة لمدة 45 يوم، من خلال ما ذكر في البيانات الصادرة عن التيار الصدري وعن قيادة التيار بشكل خاص. وهذه الخطة أتبعت بمجموعة من الخطوات الإجرائية والميدانية، وقد بلغ ذروتها يوم أمس من خلال الاعتصام الذي بدأ في بغداد. خلال هذه المدة يعني خلال الشهور السبعة الماضية طرحت أطروحات كثيرة وقيلت آراء كثيرة بهذا الشأن، وبدأ حوار مجتمعي أنا أراه صحيا بصرف النظر عن نتائجه وعن مآلاته حول هذه المسألة. هل أن الشارع يجب أن يبقى مقتصرا على التيار المدني باعتباره الجهة التي ليس لها يعني ليس هناك من يستطيع أن يتهمها بالفساد السياسي، تمتلك ربما نسبة عالية من النقاء السياسي، أم أن بالإمكان أن أجزاء من العمل من المشاركين في العملية السياسية من حقهم أن يلتحقوا بهذا التيار بهذه الحركة إذا ما قررت هؤلاء الأطراف أن يعيدوا النظر يعني ببرنامجهم السابق. وهنا طرحت أسئلة يعني واسعة لدى المثقفين، لدى الأكاديميين، وحتى لدى الناس في الشارع العراقي. قالوا هل هذا التقارب الذي حدث في الميدان هل هو تقارب مرحلي، تقارب نفعي، تقارب مصلحي، وممكن أن ينتهي في النهاية نهاية سلبية كما حدث في تجارب سابقة، ينقلب التيار الديني على التيار المدني وقد يبطش به كما حدث في حلقات يعني سابقة في تاريخ العراق أو حتى في بلدان أخرى، وربما إيران نموذج إلى ذلك، يعني حركة مجاهدي خلق وفدائي خلق اللي هي كانت محسوبة على نوع من الماركسية الدينية أو اليسارية الدينية، في النهاية يعني ضربت وصفيت من قبل الثورة الإيرانية. فهذا التساؤل حقيقة موجود ومشروع، وهو تساؤل يعني قائم على أسس موضوعية. وهناك رأي آخر قال فلنعتبر هذا التقارب هو نوع من اليقظة الوطنية عند كل الأطراف، وأنه لا بأس من أننا نتقارب تحت مظلة أهداف واسعة مشتركة
عامة ليست فرعية، غايتها إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة الكارثية والمأساوية. فدعونا نتعاون بالحد العام أو بالحد الأدنى على الأقل، ونترك الخلافات الأيديولوجية إلى مراحل أخرى. الحقيقة هذان الرأيان أنا أرى أن كلاهما لديه من عناصر القوة والإقناع يعني ما يكفي، ولكن في ذات الوقت نحن بحاجة إلى حوار مستمر، بحاجة إلى تبادل الرأي بهذه القضية. التياران كلاهما بحاجة إلى جلسات مشتركة وإلى حوارات مستمرة من أجل إنضاج رؤية واقعية بهذا الاتجاه. نحن ما زلنا في مرحلة تدريب على الديمقراطية، نحن لم ندخل الحياة الديمقراطية بشكل حقيقي لحد الآن، ما زلنا على أبواب الديمقراطية، على أبواب المجتمع المدني، فلا بأس أننا نمارس الحوار والتدريب على الحوار. القضية الأخرى التي تخص التقارب بين التيارين هي في الحقيقة فيها بعدين، بعد نظري فكري أيديولوجي، وهذا ربما يعني المجال اليوم لا يعني يتسع للدخول في يعني سجالات فكرية في هذا الجانب. هل يمكن التوفيق بين نظرية مدنية تقترب من العلمانية وبين نظرية دينية تقترب من الثيوقراطية؟ ممكن أن نجمع هذا في الفكر؟ هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى كثير من الطروحات. أنا سأحاول أن أتجنب هذه القضية لأنها لن تكون منتجة يعني في حدود الوقت المتاح لي، وسأركز على الجانب العملي السياسي كما تفضل الزميل الأخ الدكتور مدير الجلسة بأنه إحنا في هذه اللحظة نستطيع أن نتحدث على الجانب التنسيقي. هنا لا نتحدث عن اندماج أيديولوجي، نتحدث عن تقارب، عن تفاهمات، عن تنسيقات في بعض المواقف السياسية بما لا يخل باستقلالية أي جهة ولا يطمس هوية أي جهة، ولا هناك دعوة أن أي جهة تذيب هويتها في الهوية الأخرى. نحن نتحدث عن مسألة إنقاذ بلد وإنقاذ وطن وإنقاذ دولة وإنقاذ مجتمع، كلهم اليوم في حالة تفكك و يعني أقل ما يقال أنها حالة انهيار. واحدة من الأطر التي يمكن أن نستفيد منها من تجارب الشعوب من التاريخ في مسألة التقارب بين التيارات الدينية والتيارات المدنية هي فكرة أو خيار ما يسمى بالكتلة التاريخية. الكتلة التاريخية هي مفهوم مطروح منذ القرن التاسع عشر على يد الفيلسوف الماركسي في حينها جورج سوريل. هذه الفكرة تلقفها لاحقا أنطونيو غرامشي المفكر اليساري الإيطالي الذي قضى أكثر من 10 سنوات في السجن وتوفي هناك في السجن في سن مبكرة، وترك لنا يعني مجموعة مذكرات تعتبر يعني من روائع يعني أدب السجون أو الأدب السياسي، سميت بمذكرات السجن. وقد وضع فيها أو أنه اقترح حلا لإنقاذ إيطاليا من الفاشية آنذاك عندما قال بأن إيطاليا يمكن يعني لا يمكن للتفكير الماركسي التقليدي الذي يتحدث عن صراع الطبقات بين طبقة أدنى وطبقة أعلى، هذا ما عاد ممكن لإنقاذ إيطاليا، الوضع معقد جدا، هناك سلطة فاشستية سادية قاسية قد أضرت بمختلف فئات وطبقات المجتمع. فطرح خيارا يقول بأن بالإمكان إطلاق كتلة تاريخية بين الشمال الذي كان متطور صناعيا وفيه أغلبية من الليبراليين والماركسيين، وبين الجنوب الذي كان محكوما بالإقطاع وكان يعني يعد يعني أقرب إلى الكنيسة وإلى الفكر الديني. قال بالإمكان التنسيق بين الشمال والجنوب من أجل إنقاذ البلاد. طبعا هو توفي في فترة مبكرة ويعني لم يستطع أن يطور هذه الأطروحة، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية ونحن نعلم كيف انتهت. في الواقع هذه الفكرة وجدت لاحقا أيضا لها تطبيقات في أمريكا اللاتينية مثلا،
ربما يعني نحن قرأنا أو سمعنا بما يسمى بلاهوت التحرير الذي هو كان أيضا نوع من يعني الاتفاق أو البروتوكول أو العقد الذي أطلق في نهاية الستينيات على بعض رجال الكنيسة اليساريين في أمريكا اللاتينية عندما تحدثوا عن أن كنيسة الفقراء هي في الواقع مختلفة عن كنيسة الأغنياء، وأن الله على الأرض يتجسد من خلال الفقراء وليس من خلال الأغنياء. بصرف النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع هذه الفكرة، ولكنها مهدت لكتلة تاريخية في نيكاراغوا بين الجبهة الساندينية اليسارية الماركسية وبين الكنيسة آنذاك، وهذا التحالف التاريخي في الواقع أسهم في إسقاط نظام سوموزا اللي هو كان من الأنظمة يعني الأوليغارشية أو الأنظمة القائمة على يعني نعم التبعية المباشرة إلى المخابرات الأمريكية. مفهوم الكتلة التاريخية هو في جوهره لا يريد أن يطلق فكرة تحالف، إنما هي فكرة إنقاذ بلد. يعني أي بلد يمر باحتلال عنيف، بفساد هائل، بفاشية كاسحة، بدولة شمولية استبدادية، هذا المفهوم يبدأ يظهر لدى المفكرين، لدى المثقفين، وهو في الأساس حل ثقافي أكثر منه حل طبقي أو حل اقتصادي. فكرة الكتلة التاريخية أنها تريد أن تنقل البلد من حال إلى حال، من كتلة سابقا لم تنجح في يعني إدارة شؤون البلاد، في التغلب على أزمات البلاد، فتنشأ كتلة تاريخية أخرى مقابلة لها، تطرح طروحات أخرى مقابلة، وأيضا تكون معتمدة على قوة اجتماعية معينة موجودة في المجتمع، يفرض يعني من المفروض أنها تستند إلى هذه القوة. لكن المحرك لهذه الكتلة لكي يقتنع الناس لابد من عملية ترويج لها، لابد من عملية تثقيف. هنا يبدأ دور المجتمع المدني ودور يعني المثقفين. غرامشي يقول لا يكفي الاقتصاد، يعني الجانب الطبقي هنا لا يكفي، ولا أيضا حتى جانب المجتمع المدني أحيانا أيضا لا يكفي. يجب أن تبدأ عملية تثقيف وبث أفكار وإنتاج شبكات من الوعي يقوم بها الناس أصحاب الصلة، من أكاديميين إلى كتاب إلى مثقفين إلى أعلاميين إلى صحفيين إلى آخره. الفكرة أن يعني أي نظام سواء كان متهما بالفساد أو بالاستبداد وأصبح حجر عثرة في تطور الفكر السياسي في ذلك البلد، أصبح حجر عثرة في طريق التنمية البشرية أو الاجتماعية، في طريق العدل الاجتماعي، هنا سيتكون فضاء تاريخي. وهذا هو في الحقيقة ما يحدث اليوم في العراق. يعني اليوم السلطة الحالية بعد 13 عاما من المحاولات ومن الانتخابات، من الواضح أنها وصلت إلى طريق مسدود، ولا نريد أن نذكر الأرقام التي تشير إلى التدهور الاقتصادي وتفشي الفساد في الدولة وخروج أجزاء مهمة من البلد أصبحت تحت احتلال جماعات ما قبل الحضارة، جماعات إرهابية ما قبل المدنية. كل هذه الإخفاقات في الواقع تشير إلى أن هذه السلطة بدأت بالانسحاب مما يسمى بالفضاء العام، بالفضاء التاريخي، أصبحت تفقد شرعيتها في أذهان الناس من جهة، وأيضا شرعيتها السياسية والاجتماعية على الأرض. واحدة من مشكلات السلطة الحالية أنها لم ترتبط بتشكيلات اجتماعية عميقة في البلد، هي قامت على فكرة الزبائنية، أنها خلقت زبائن لها من خلال استثمار أموال النفط، ومن خلال المحسوبية، ومن خلال شبكات الفساد والسيطرة على مفاصل السلطة. فبالتالي هذا بمرور الزمن أسهم في تقويض الشرعية. الشرعية فيها بعدين، الشرعية على الأرض، أنا هنا لا أقصد بها يعني الشرعية البرلمانية، لكن الشرعية الموجودة على الأرض من خلال نجاح السلطة في تقديم مكتسبات إلى المجتمع،
والشرعية النفسية التي يفترض أن تتحقق في أذهان الناس، وهذا ما يسمى بالمقبولية. هل أن السلطة هي مقبولة في أذهان الناس؟ الحقيقة هذان الجانبين يعني بدأ اليوم يعني يتقوضان بشكل واضح، شئنا أم أبينا. نحن نتحدث بشكل محايد وبشكل علمي. أمام هذه الأزمة الكبيرة بدأ كما قلت التيار المدني بالعمل وبالاحتجاج والاعتراض وبالتعبير عن الاستياء بوسائل سلمية، ثم التحق به قبل مدة قصيرة تيار ديني مهم هو التيار الصدري. من هنا تظهر أهمية هذه الفكرة التي هي أنا لا أزعم بأنها فكرة مكتملة، أنها فكرة يعني يجب أن نبشر بها كما لو أنها الحل الوحيد، أبدا. هي فكرة في حالة تشكل، نحن نحتاج إلى حوار مجتمعي عميق في هذا البلد. هل بالإمكان، سؤالنا اليوم، هل بالإمكان أن تتشكل كتلة وليس تحالف، تنسيقات وتفاهمات وتقاربات بين فئات مجتمعية واسعة في هذا البلد، عابرة إلى الجانب الطبقي، عابرة إلى الجانب المذهبي والجانب العرقي؟ هذه الكتلة الواسعة هل يمكن أن تحل سلميا وبشكل تدريجي محل الكتلة الحاكمة الحالية التي هي يبدو أنها لا تريد أن تحقق ولو حد أدنى من الإصلاح السياسي؟ هذه الأطروحة أنا أعتقد أنها تحتاج إلى نقاش، ونقاش هذه الأطروحة سيدخلنا بلا شك في مسألة التقارب بين التيار الديني والتيار المدني، لأن كلاهما هو سيكون مسؤولا عن تفعيل هذه الأطروحة. في المراحل المفصلية أيضا يعني في تاريخ المجتمعات والشعوب، عندما يحدث فراغ سياسي كما حدث في 2003 نتذكر، تم ملء هذا الفراغ من خلال الاحتلال الأمريكي وما يعني صنعه من مجلس حكم، وهذه كانت عملية يعني قسرية فرضت من قبل قوة خارجية. أنا أعتقد نحن اليوم أيضا نعاني من نفس هذا الفراغ السياسي بالمعنى يعني العلمي. السلطة بدأت تعجز عن إيجاد حلول، بمعنى أن الفراغ السياسي بدأ يتسع في البلد، وأي فراغ سياسي يتسع لابد لقوة أخرى أن تملأ ذلك الفراغ لكي تستمر الحياة الاجتماعية بشكل سوي. إذا هذا الفراغ استمر معناها انشطار الدولة وتفكك المجتمع والذهاب إلى الاقتتال الأهلي، فنحن بحاجة إلى قوى سياسية تملأ فراغ سياسي. هذا الفراغ نحن لا نريده، ولكن نمط السلطة التي بنيت بعد 2003 يبدو أنه نمط غير باني إلى الدولة، لا يمتلك مهارات بناء دولة، ليس لديه خطط استراتيجية، لا يمتلك نخب نزيهة قادرة على إدارة شؤون الدولة. هذا الفراغ السياسي اليوم في الواقع خلينا نفكر، هل هناك حزب أو جماعة أو تيار بديل يمتلك ثلاثة شروط؟ الشرط الأول هو الاكتمال الفكري أو الاكتمال الأيديولوجي، هذا أحد الشروط المهمة لأي تيار أو حزب أو جماعة سياسية تريد أن تصل إلى الحكم، وأيضا يحتاج إلى قدرته على تحريك الشارع ما يسمى بالفاعلية السياسية، وأيضا يمتلك خبرة تكنوقراطية وبيروقراطية قادرة أيضا على تقديم يعني كوادر مهمة من خلال السلطة والحكم. لو نظرنا إلى التيار المدني لعله إلى حد ما قد يكون قادرا على تقديم ربما جزء من هذه الكوادر البيروقراطية أو التكنوقراطية، هو ليس مكتمل أيديولوجيا لأنه لا يمثل جهة يعني واضحة المعالم من الناحية الفكرية، وفاعليته السياسية أيضا محدودة. في المقابل التيار الصدري أيضا يفتقر إلى خبرة تكنوقراطية كافية يملأ بها الجهاز الإداري الفاسد للدولة، وفي نفس الوقت هو غير مكتمل أيديولوجيا، هو يعاني من مشكلة
يعني هوية السياسية، ما هي الهوية السياسية للتيار الصدري؟ هذه الحقيقة مشكلة أيضا تحتاج إلى نقاش، ولكنه فاعل سياسيا، هو قادر على تحريك الشارع بسهولة. بمعنى آخر أن كلا التيارين اللذان اليوم يملأان الشارع العراقي، ساحات التحرير هنا أو هناك، في الواقع كلاهما هو غير قادر على تقديم بديل سياسي لملء الفراغ السياسي في حال إذا حدث انتقال يعني سلمي إلى السلطة من يعني هذا من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى قادمة. هذه أنا أعتقد تمثل واحدة من الضرورات الموضوعية للتقارب بينهما. ما دامت ليست هناك أي جهة في هذا البلد هي قادرة على أن تصيغ أو تصنع شرعية سياسية واضحة وقوية تستطيع أن تنقل البلد من مرحلة فساد إلى مرحلة نمو. النقطة الأخرى أن الكتلة التاريخية التي يمكن أن تتشكل بمرور الزمن يمكن أن تكون أيضا غير مقتصرة على التيار المدني التقليدي والتيار الصدري، إنما يمكن أن تضم أيضا النقابات، الاتحادات المهنية، منظمات المجتمع المدني، أكاديميين، التكنوقراط، المثقفين، وحتى القوى الاقتصادية البرجوازية التي تضررت من الفساد. هناك قوى برجوازية كثيرة في البلد، مالية، صناعية، تجارية وحتى زراعية، تضررت يعني مصالحها، واليوم هي أيضا لديها مصلحة حقيقية في حدوث إصلاح سياسي واقتصادي حقيقي في البلد، فضلا عن الأقليات الدينية التي هي أيضا تضررت. بمعنى آخر أن هذه الكتلة الاجتماعية التاريخية هي يمكن أن تكون كتلة عابرة إلى الطبقات وتمثل يعني خطا وسطيا يجتمع حوله مجموعة كبيرة من الأهداف المشتركة، على رأسها مكافحة الفساد، إعادة توزيع الثروة بشكل عادل إلى حد ما، إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل نزيه وكفو، وأيضا إطلاق التنمية الاقتصادية والبشرية، والحفاظ على بعض مكتسبات الآليات الديمقراطية التي تحققت خلال الفترة الماضية. ما أريد أن أقوله في النهاية بأننا في حالة تشكل، في حالة صيرورة. اليوم المجتمع العراقي بدأ ينمي ثقافة سياسية جديدة. أنا أعتقد إحنا دخلنا إلى مرحلة جديدة من التطور السوسيوسياسي، وعلينا أن ندفع الأمور بشكل أو بآخر، نحن كناس مشتغلون بالهم العام، بالثقافة العامة، بالفكر العام، بالسياسة كفكر وليس السياسة كممارسات. علينا أن نعمل من أجل تنضيج رؤية بهذا الاتجاه. هل يمكن أن ننقل التفكير السياسي في بلدنا من المحاصصة الطائفية ذات الأساس الإثني العرقي المذهبي إلى منطقة جديدة؟ فلنقل أنها على أبواب الوطنياتية، لا أقول أن الدولة المدنية سوف تتحقق خلال سنة أو سنتين، ولكن على الأقل ننقل الفكر السياسي في هذا البلد من القناعات السابقة التي يعني كان يبدو كما لو أنها قناعات مطلقة، أحزاب دينية بمذاهب معينة تحكم البلد. ألا يمكن أن ننقل الوعي السياسي إلى منطقة أكثر تقدما من ذلك؟ أنا أعتقد هذا يعني ممكن من الناحية النظرية على الأقل، إذا ما كل الجماعات والفئات الاجتماعية التي تحدثت عنها تبدأ بالعمل بهذا الاتجاه. طبعا هذا يحتاج إلى جهد وإلى تحشيد ولا نمط من التفكير الجديد. علينا أن نغادر التصورات المطلقة النسبية عن الآخر. هناك تصورات مطلقة عن الآخر أنه إما أبيض أو أسود، وهناك أيضا نسبيات معينة في هذا يعني الجانب. فعلينا أن نغادر ذلك إلى منطقة أكثر مرونة، كما يقول المفكر المغربي محمد عابد الجابري، وهو الذي أيضا كان أحد الأشخاص الذين عملوا على مسألة الكتلة التاريخية، يقول بأن واحدة من أهم معوقات التطور في البلدان العربية بأن الخطاب العربي المعاصر دوما كان لا يطرح قضايا الواقع الملموس، كان مستغرقا في قضايا مستعارة من نماذج سلفية سابقة، وكانت دائما ممارسات الفكر العربي في البلدان العربية
هي في الواقع ممارسات كلامية، هي أكثر ما تكون مفاهيم مجردة مفرغة من المعنى وليست مفاهيم يمكن تسقيطها على الواقع. أنا أعتقد أن جزء من المغامرة الثقافية والفكرية هي أننا نبدأ بمحاولة أن هذه الفكرة اليوم اللي هي التي طرحت يعني بسبب حركة الاحتجاج، أننا نحاول أن نبتني تقاربا أو كتلة تاريخية ذات هوية اجتماعية في محاولة إلى أننا ننتقل من شرعية متآكلة إلى شرعية نعتقد بأنها يمكن أن تكون بداية، لا أقول إلى دولة مدنية، على الأقل بداية إلى دولة وطنية. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور فارس كمال نظمي على ما أفاد في محاضرته القيمة. وقد بدا لي أن الدكتور نظمي أقرب إلى الفريق الأول الذي ذكرته في المقدمة، يعني أقرب إلى الفريق الذي يرى إمكان الالتقاء والتقارب بين التيارين من خلال هذا المفهوم الذي استعاره، مفهوم الكتلة التاريخية، وعلى أساس أن لحاظ هذا التقارب هو السياسي العملي البراغماتي لا على أساس التقابلات النظرية التي أيضا أشار إليها. ولكن كان بودي لو تطرق الدكتور نظمي إلى الضمانات التي ممكن أن يقدمها التيار الديني للتيار المدني ليطمئنه ليتفاعل معه، خصوصا الفريق الثاني الذي ذكرته أيضا في المقدمة، الذي يرى أن التقابل تقابل النقيضين، فلم يتطرق الدكتور لهذا، ولعل من خلال مداخلاتكم سنقف على رأيه في هذه القضية. الآن لنستمع إلى المحاضر الثاني في هذه الأمسية، لعله تكتمل الرؤية عندنا أكثر فأكثر، وبالتأكيد في اختلاف الرأي إثراء، وعهدي بالدكتور حسن أنه ربما سيقف على الضفة الأخرى أو مع الفريق الثاني من خلال انطباعاتي وسنرى. الدكتور حسن ناظم أغلب الحضور يعرفه، وهو غني عن التعريف، أكاديمي ومترجم وناقد، حالياً تدريسي في جامعة الكوفة في كلية الآداب في قسم اللغة العربية، وهو أيضاً مدير كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة. له العديد من مؤلفات، منها مفاهيم الشعرية والبنى الإسلوبية وأنسنة الشعر والنص والحياة. فاتني أن أقول أنه من مواليد النجف عام 65، لكنني أشعر بأنه في التسعين لدأبه ولشبابيته. أيضا له جملة من الكتب التي اشترك في ترجمتها مع الدكتور علي حاكم صالح، وهي كتب غادامير، الحقيقة والمنهج، طرق هايدغر، التلمذة الفلسفية، بداية الفلسفة، المجتمع المدني. دكتور هذه تحت الطبع أو طبعات المجتمع المدني، أين النسخ؟ المجتمع المدني من الإغريق إلى الماركسية وثورة العشرين. يتفضل الدكتور حسن. مشكور. شكرا جزيلا للدكتور وسام على هذا التقديم. أصدقائي وزملائي السلام عليكم، سعدتم مساء. الموضوع الذي تحدث به دكتور فارس، تقارب المدني الديني، موضوع متشعب، وما لدي جملة من الملاحظات على محاضرته آمل أن تشكل في النهاية مجموعة من النقاط التي تثري الحوار، وليس بالضرورة أن تكون مختلفة معه تمام الاختلاف، لكنها تثير بعض المشكلات فيما طرح. كلمة التقارب بين التيار المدني والدين توحي لنا بأن هناك ندية بين الاتجاهين، وأن أريد أن أمضي
إيضاح شيء مهم، وهو وجود أو متاحية وجود التيار المدني في بيئتنا العراقية بعد العام 2003. إذا عرفنا سر وجود هذا التيار سنعرف إذا ما إذا كان هناك إمكانية لهذا التقارب أو لا. التيار المدني ينطوي على اتجاهات عديدة، هو موجود خاصة في بيئاتنا في مدننا المقدسة مثل النجف وكربلاء، لأنه تيار ضعيف، ولو لم يكن ضعيفا لما أتيح له أن يوجد. والدليل على أن هناك قرارا ضمنيا بين التيارات الكبرى التي تهيمن على السياسة العراقية بجعل هذه المتاحية مستمرة، هو أنه لا يتطور ولا يقوى مع الأيام. مضت منذ العام 2003 حتى هذه اللحظة 13 سنة، ولكن التيار بقي ضعيفا. فأن يكون هناك عنوان التقارب المدني الديني بهذه الإطلاقية يوحي لنا بأن هناك تيارين من نفس الدرجة والكبر لديهما مشروع سياسي يقومان به ويضجانه عبر الزمن للهيمنة على أو للوصول إلى أهداف سياسية. هذا أولا. إذا التيار المدني موجود لأنه ضعيف، ولو تطلع التيار المدني إلى أكثر مما هو عليه الآن من قوة ومن طموحات لقمع. ولذلك هذه النقطة ننتهي منها بالطريقة الآتية: ليس هناك ندية بين التيار الديني والتيار المدني. يوصلنا هذا إلى النتيجة الآتية، وهي أن أي تقارب أو علاقة بين التيارين ستؤدي إلى استحواذ الأول على الثاني وهضمه وأكله تماما. ومن هنا أنا أجد في نقاشاتي مع زملائي أن هناك ترددا وخشية في أن يذوب التيار المدني في التيار الديني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المعالجة السيكولوجية دكتور فارس، أود أن أقترب منها سيكولوجيا أيضا أو أرد عليها. في الحقيقة بعض المثقفين، وأنا واحد منهم أحيانا، ننطلق من يأس، بمعنى ننطلق من حالة نفسية في معالجة الواقع السياسي والثقافي والفكري في بلدنا، وبذلك نمضي إلى أو نشتق في نوع من الخيال في وضع حلول لأزمتنا. المنطلق السيكولوجي السياسي الذي يتحدث عنه الدكتور فارس هو نوع من قصر حالتنا على حالات تاريخية حدثت في بلدان وفي سياقات تاريخية مختلفة. مصطلح لاهوت التحرير الذي أتى عليه الدكتور فارس وحتى مصطلح الكتلة التاريخية لا يمكن أن يستنسخ في بلداننا لاختلاف الظروف التاريخية والسياقات الثقافية. ما حدث مثلا في التجربة الأمريكية مع مارتن كينغ لوثر قام بها أيضا رجل دين، أنه استطاع أن يطور فكريا أسس الحركة المدنية في الولايات المتحدة، وأن يحقق التطور الفكري المجتمعي بهذه الحركة الوطنية أو الحركة المدنية. ولذلك عندما اغتيل استمرت الحركة المدنية بعده، ونال السود حقوقهم رغم اغتياله وغيابه. أحسبوا أن أي مضاهات لهذه بتلك لما يحدث الآن مع التيار الصدري، أحسبوا أنها مضاهات أو مقارنة تفتقر إلى الدقة
لأن الحركة المدنية التي يزعمها التيار الصدري لم تبنى على أسس فكرية. هناك قرار قائد كاريزما له السلطة على أتباعه ليتخذ هذا القرار أو ذاك. ولا سمح الله لو اختيل السيد مقتدى الصدر لما كان هناك استمرارية لهذه الحركة المدنية في التيار الصدري، لأنها لم تبنى على أو لم تحقق الوعي المدني بين أتباعه. فحركة مارتن كينغ لوثر خلقت قيادات أخرى، القائد يخلق قيادات، هنا القائد يخلق مزيدا من الأتباع الذين يوجههم بحسب ما يريد. الهواجس التي تثار عن مستقبل التقارب فيما لو حدث بين الحركة أو التيار الديني والتيار المدني، من أنه ممكن أن يبطش به باعتباره هو الأقوى، وهذا ما أشار إليه ساف فارس، أنا أعتقد أن هذا أمر محسوم، لأن نظرة الدين إلى المدني هي نظرة الأقوى إلى الأضعف، والبطش به متاح، ولن يحدث بطش في الحقيقة، لأن التيار الأقوى من الذكاء بحيث يستخدم التيار الأضعف، فما الداعي للبطش به؟ وتجنب النقاش الذي أبداه الدكتور فارس في التقارب الأيديولوجي بين التيار الديني والمدني أيضا بالنسبة لي محسوم، لأن ليست هناك أسس فكرية تتيح إمكانية أن يقترب المدني من الديني ليشكل كتلة تاريخية على المستوى الفكري الأيديولوجي، اللهم إلا إذا كانت على المستوى العملي السياسي. ولذلك فإن الفاعلية السياسية للتيار الصدري لم تتأتى من أساس فكري، وإنما جاءت من قيادة تفعل على الأرض، لها كاريزما ولها سيطرة على الجمهور وقدرة على التحشيد. الأمر الذي أغفل في مناقشة دكتور فارس هو أن التيار الصدري بقائده ذي الكاريزما لديه قوة عسكرية، وهذا أمر في غاية الأهمية، لديه قوة عسكرية فاعلة على الأرض، فكيف يكون هناك تقارب بين تيار مدني لا يزعم لنفسه بأي حال من الأحوال ليس فقط قدرة كبيرة على التحشيد بل قدرة عسكرية؟ فإذا يقودني هذا إلى مشكلة أكبر تلف الأطروحة التي ينظر لها الدكتور فارس، وأنا هنا لا أقف في وجهه أو في وجه الأطروحة بقدر ما أثير مصاعب أمامها ومشكلات لعلها تنضج في الحوار وفي كتاباته الأخرى. المشكلة هي ما أسس، يعني ممكن طرحها في سؤال، ما أسس تعيين الكتلة التاريخية في سياق تاريخي مثل سياق العراق، أو ما تعرفنا للكتلة التاريخية في سياق، وكيف نهرع مسارعين إلى القول أن لدينا بوادر تشكيل كتلة تاريخية حالما نجد هناك صورة أخذت للتيار الديني والتيار المدني لمجرد صورة ولقاء ونقاش في الإعلام وفي قنوات التواصل الاجتماعي، وما زال المدنيون مترددين في أن يخرجوا مع الصدريين في الساحات العامة جهارا عيانا. أين هي الكتلة التاريخية؟
إسقاط، أنا أعتقد أن هناك إسقاطا، وهذا غالبا ما نقع فيه نحن، أخص بذلك الأكاديميين حينما يطبقون مناهج ومفاهيم مجلوبة من سياقات غربية إلى سياقاتنا دون تبيئتها والعمل عليها. يحدث هذا ليس فقط في الأزمات السياسية التي نعيشها الآن، بل أيضا في كتابتنا النقدية، في كتابتنا الفكرية، في تبنينا للمناهج الغربية. فنحن نمارس قسرا للمنهج في أن يتواءم مع نصوصنا، وقسرا للمفاهيم الغربية في أن تتواءم مع بيئاتنا الثقافية والسياسية. أنا لا أريد الجزم في أن الحوار الدائر عن الصدريين والمدنيين لا يمثل كتلة تاريخية، لا بالمعنى الغرب المجلوب من إيطاليا، ولا بالمعنى الذي نتوخاه هنا في خلق وتشكيل كتلة تاريخية تواجه كتلة الفساد الذي نعانيه في بلدنا. ولا بد من التفكير بطريقة أخرى، وربما نوه الدكتور فارس إلى ذلك، في أن تشكيل الكتلة التاريخية أمر ما زال مفتوحا لكي يتشكل، أو هو في طور التشكل. وإذا مر الدكتور فارس مرورا سريعا على هذه النقطة، نقطة أن الكتلة التاريخية في العراق هي في طور التشكل، أنا كنت آمل أن يفتح النقاش الذي هو فتح للجراح أيضا فيما يتعلق بالتقارب بين كتل أخرى غير التيار الديني الشيعي بين قوسين والتيار المدني الشيعي أيضا، بمعنى أن الكتلة التاريخية في العراق مأمول أن تتشكل عابرة للطائفة، أي أن تقترب الكتلة الصدرية من كتلة سنية وكردية لكي تعبر الطائفة وتعبر العرق، وهنا تكون كتلة قوية تواجه استبداد أو تحكم الكتلة الحاكمة هذه الأيام. هناك نقطتان أخيرتان في ظني وحسب معرفتي، ليس مأمولا للكتلة التاريخية إذا ما تشكلت أن تؤدي إلى تشكيل حزب، لأننا قد نعيد أو نشتر مشكلات مماثلة إذا ما أدى تشكيل الكتلة التاريخية إلى حزب كما قال الدكتور فارس. وبدلا من ذلك مأمول أيضا أن تشكل الكتلة التاريخية وعيا مجتمعيا كي نتحرر من الطبقة العليا، طبقة السياسيين، طبقة المفكرين، ويكون هناك وعي مجتمعي يعمل آليا على حماية نفسه من كتل كبرى تريد أن تتحكم فيه. بقيت نقطة أخيرة أعلق عليها وأنهي كلامي، وهي فيما يتعلق بدور المرجعية في كل هذا الذي يحدث، الذي ينظر للكتلة التاريخية وللتقارب بين تيار ديني وتيار مدني. أعتقد أنه يجب أن يشمل أو أن يضمن نقاشه بعدا سياسيا. يشاء الدكتور فارس في حواراته ونقاشه أن يصفي هذه الصلة بين المرجعية والسياسة، ونحن نعلم أن هذا موضوع إشكالي، لكن في الأقل لدينا تياران
معروفة، أحدهما ولاية الفقيه، والذي يأخذ على عاتقه أن ينخرط الدين في السياسة انخراطا كليا، والمدرسة الأخرى مدرسة النجف التي بلغت ذروتها مع المرجع أبي القاسم الخوئي في أن لا يتدخل الفقيه في السياسة بالمطلق. التوصيفات التي تكتب عن المرجعية في النجف الآن منذ 2003 أنها لا تصنف على التيار الأول، على تيار ولاية الفقيه، ولا تصنف على التيار الثاني، بل هي اختطت ما يسمى، وهذا مصطلح دائر في الأبحاث التي تكتب عن المرجعية في الأقل باللغة الإنجليزية، اختطت طريقاً ثالثاً بين الهدوء المطلق وعدم التدخل في السياسة وبين الانخراط في السياسة انخراطاً كلياً. هذا الطريق الثالث يمكن الباحثين من أن يقولوا الشيئين المتناقضين في الآن نفسه، فيمكن لباحث أن يقول أن المرجعية لا تتدخل في السياسية، وهو على حق، لأنه لو يراجع أدبياتها لن يرى دليلاً على تدخل المرجعية في السياسة. هناك وصايا، هناك تصريحات، هناك نصائح، والذي يريد أن يقول أن هناك تدخلاً بطريقة جديدة تناسب أوضاع العراق بعد 2003 يستطيع أن يدلل على ذلك بهذه الوصايا والنصائح والتصريحات. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً للدكتور حسن ناظم على إفاداته الدقيقة، وأجد لزاماً علي أن أعود